الاتفاقات الأخيرة ظهر الأخوة ما يدرون بها، يعني أكو اتفاقات صارت بين الكتل السنية، وخلال هالأسبوع راح يصير اجتماع. شنو الاتفاق اللي صار؟ قد يجوز ما يقبلون أحكيها بالإعلام، بس قد قلنا شنو الاتفاق؟ هسه شوف راح أعطيك إياها. بالاتفاق من كان الرئيس مسعود البرزاني يعني حاول يقرب وجهات النظر وقربها. الرئيس الحلبوسي قال نجتمع، خلونا نجتمع حتى يصير القرار سني، لأن تدري قاموا العالم يطلع ها الأكراد يقدروا لكم والأكراد شريعتكم والأكراد كذا. فالرئيس الحلبوسي بذكاء طلب أنه يدارس الموضوع ويا قيادات حزب تقدم على الأفكار اللي طرحت، وقال أن قعدة ثانية اجتماع ثاني قد يكون ببيت أبو يزن أستاذ مشعان، أو نختار مكان ثاني في حينها. فصار الاتفاق اللي هسه ما حد يدري بيه، وهسه انا راح اعممه وراح يطلعون وراي يحكون نفس الحكي اللي احكي. قالوا ورا 10 محرم، لان تدري بدايه قبل محرم بايام هي كانت، فقالوا ما راح نلحق، ومحرم من قبل يوم يومين تبدا الشعائر الى 10 12 محرم، فقالوا بعد محرم بخمس ايام اسبوع 10 ايام نجلس ونقعد ونتفاهم على التفاهمات والاتفاقات اللي اتفقنا عليها. شنو هي؟ الرئيس ماكو يعني ماكو شيء. الرئيس الحلبوسي النواب بالبرلمان، الرئيس الحلبوسي قال اني ما متمسك بكرسي البرلمان، اذا انتم رايدي عندنا استحقاقات احنا اعطيناها مكان رئاسه البرلمان. شنو هي الاستحقاقات؟ هي وزارات، وهذا حق. تكلمت انا من الناس ويا الشيخ خميس، يعني راح ينطون الوزارات. بس اكمل لك، بس 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 مو انت راح تقطعها هيك. انا وانا ضيفي ينتظرني، وايضا استاذ عامر راح يوصل. خليها على السؤال الثاني. لا 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 ما يخالف ما يخالف. الاتفاق صار كالاتي، اذا تغيرت الماده 12 راح يصعدون المرشحين الاثنين، واحد من سامراء وواحد من الموصل، لا من بغداد ولا العنبار. زين، لا هاي ما راح تصير هاي، وهاي كلش بعيده. لان انا تكلمت ويا الاخوه والاستاذ سعد جو حسن السنيد، واخذت مشوره السيد المالكي، قالوا احنا نغير ماده ونسويها سبه، وباكر الاكراد يريد يغير قانون النفط والغاز والسنه الاجتثاث والغيره وغيره، لا الدستور هو هو. هاي النقطه هاي راحت راحت. الثانيه نصعد للفضاء الوطني بعد ما راح يقعدون هالايام، ولو هم قعدوا قبل يعني استاذ مثنى وشيخ خميس راحوا للسيد الحلبوسي البيت، ترى هاي وياهم نواب اثنين، وهاي ما حد يدري بيها. زين، واتفقوا على بعض سطور بعض المواضيع اللي هي هذا من ضمن هالاجتماع اللي راح يصير بعد فتره، يعني هالايام راح يصير، وتذكرها وسجلها عليه حتى اقول مين يطلع شيخ ابراهيم يعطي معلومه مو فيسبوك. زين. اثنين، اذا صعدنا للفضاء الوطني راح يصير كالاتي، اذا استاذ سالم صعد بالجولة الأولى، بالجولة الثانية أستاذ محمود المشهداني ينسحب. وإذا صعد أستاذ محمود، أستاذ سالم ينسحب مقابل. إذا صعد أستاذ سالم وصار رئيس البرلمان واخذ الأغلبية، وزارة التجارة وصندوق إعمار المناطق المحررة راح يروح التقدم. رادوا التربية أستاذ مثنى وأحمد أبو مازن قالوا لا، هاي استحقاقنا احنا، صلاح الدين كلها وسامرة وغيرها، هي هالوزارة هم تيجي تاخذها. الرجل 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 وافق، سجلها علي والايام بيناتنا. يعني شلون بها طريقه هاي؟ مو ما عندنا انسداد بها وزراء، شلون شلون تغيرونهم يعني؟ لا طبعا هذا يغيرونهم، يغيرون ليش لا؟ يعني الوزير اذا ما يطلع اليوم يطلع بعد سنه، بعدين هو استحقاق كتله